السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي دكتور أحمد علي النميري، أنا جراح عام أشتغل في مستشفى العين. فقصتي ويا كوفيد-19 بدأت من ما سمعنا الخبر في الأخبار وتأهبنا وعرفنا من رئيسنا في القسم أن كجراحين كل الجراحات النهارية سوف تؤجل. ومن هذاك الوقت بدينا ترتيبنا في خوض معركة كوفيد-19 ويا أشقائنا والطاقم الطبي من الجهاز التنفسي، من الباطنة، ومن الدكاترة العناية المركزة. فمن تجربتي ويا كوفيد-19 تعلمت أن الإنسان مهما كان يحس أنه هو جبار، في شيء ممكن يخرب عليه كل المنظومة أو كل طريقة حياته. أيام أول الناس يتجمعون يطلعون يدخلون، الحين كل واحد قاعد في بيته ويقول هل أقدر أطلع أروح أشتري أكل؟ نفس الشيء ويا طريقتنا ويا المرضى. أيام أول الواحد لا سمح الله مريض عنده سكتة قلبية أو مريض يحتاج عملية، الواحد سيده بينقض على الموضوع بيحاول يحله. الحين الواحد لازم يفكر، لازم يلبس الكمام، لازم يلبس كل الوقاية قبل ما يدخل على المريض، لأن إذا انتشر فيه المرض ممكن يعدي الطاقم الطبي وبعدين ما نقدر نساعد الناس. فمن الأشياء الجميلة اللي صارت لي في خلال الشهرين اللي طافوا الرسالة النصية من الشيخ محمد والشيخة فاطمة الله يطول أعمارهم، كان شيء وايد جميل وخلتنا نثابر ونشتغل وعطتنا الدافع إن نشتغل أكثر ونرفع الراية ونساعد بلادنا ونساعد الإنسانية.